بصراحه جات مزيانه يعني صراحه عطاو كل ما في جهدهم واللي عطى الله هو هذا الشيء صراحه. رغم يعني عطاو كل ما جهدهم واللي قسم الله هو هذا، مره عندنا مره عندهم وهي غاده. بصراحه ما نقدرش نقول لك شكون اللاعب اللي سميتو، يعني كلهم عطاو جهدهم حيت كاينه الرطوبه، كاينه عندهم الحراره، يعني خدموا. ماشي ما غنقولوش ما خدموش، هذاك اللي غايقول بانه لا داروا ولا فعلوا كون كنلعب بلاصتهم وبدا عطاو. هذاك اللي تيقول لك لا خصو يدير لا دار الكره لا فعل، لا كنت حتى هو في ذاك الموقف كنت دار كان غير نفس الله نفس الله نفس الله. المقابله المنتخب اللهم بارك اخويا هذا ان شاء الله. شوف شي تقول لهم هذا الماتش، هذا الماتشات كاملين ان شاء الله رباح افريقيا كامله يطحنوها. الشيبي مزيان الشيبي، الزنزولي ناقص شويه اليوم حنا راسو بزاف. وديما مدريد لا عجباتني الشاشه على القهوه، عجباتني الشاشه على القهوه. كنت واحد النهار غادي القهوه بانت لنا الشاشه زوينه كذا، بقينا عجباتنا واللي داروها تنشكروهم تحيه لهم والله يسهل عليهم ومزيان يبقاو يديروا بحال هذا الشيء هذا. صراحه المقابله كانت زوينه بزاف، وخا خرجوا بتعادل ولكن كومين بعدا المغرب ديالنا ربح، دونك ماشي مشكل. اصلا دابا ولاو الدول كلهم كيضربوا حساب المغرب، دونك سي با غاف اننا نخرجوا بتعادل. ما الحمد لله الفرقه ديالنا زوينه بزاف، وحنا كنشكروا الكراكي وكنشكروا كاع الدراري اللي معاه، فريمون فيف لو ماروك. صراحه كاع الدراري كيديروا جهدهم كامل انهم يلعبوا مزيان، دونك ما نقدروش حنا ولكن كاينين صراحه اللي معروفين، زياد حكيمي بونو اوسي، ولكن فريمون كلهم زوينين والله يحفظهم يا ربي، وان شاء الله تكون مسيره طويله وناخذوا كاس افريقيا. المقابله الجايه كنتمنى تكون يكون الربح ما يكونش التعادل باش نكونوا لو توب. المقابله الحمد لله كانت مزيانه جد رائعه، وكيشرفونا ولعبوا مزيان الحمد لله، وان شاء الله احنا معاهم ديما، احنا معولين عليهم في المباراه الثالثه، معولين عليهم يجيبوا ثلاثه نقاط وعلاش لا اربعه كاع. احنا ديما فخورين بهم وهما هازلين لنا راسنا الحمد لله، وفيف لو ماروك. الحمد لله انا كيعجبوني كاملين، مي سورتو عجبني المرابط ما شاء الله عليه، كان في جميع المواقف كان حاضر، واللاعب اللي ما عجبنيش شويه ما كانش في المستوى اليوم، ربما كان ستريس وكان كان سهد، ما عجبنيش زياش صراحه، واخا كان ديما كيلعب زوين والحمد لله. ان شاء الله نتمنى خير من الماتش الجاي. تفرجت في شاشة الفضاء حيت كاين لومبيونس فيها، و كتحس براسك بانك راه كاين مع لي جوار، والحمد لله هذا الشيء اللي كيعجبنا، واخا ما كيعجبنا واخا ما المهم حنا معاهم ديما، وفيف لو ماروك. المغرب مارك البيت الاول صافي ترخاو فهمتي، صافي ولاو لاعبين ديفونس هادشي قيس كوره لوح كوره، حنا في القهوه وجينا النعاس فهمتي، الاخر صاحبي كان مريح حدا ينعس صافي، وصلت الميطة الثانيه الاخرين صافي زيروا اللعب، الماركة فهمتي البيت الثاني خلاو الاخر مورا اللور صافي عيا، وبوفا المسكين شرف بقى تيجري هاتي صافي، شرف مسكين بقى تيجري ماركة، وزادوا عنا الاول بقينا خايفين على الثاني، ولكن شوفوا تخافوش الماتش الثاني ان شاء الله نكوطي على المغرب، المرة كوطيتي تعادلوا داخله ليا كوطية، ولكن الماتش الجاي غنكوطيو انه يربح المغرب وغيربح ان شاء الله، وما تخافوش راهي شي من قالت الدراسية يربحوا صافي ما تخافوش. عجبتنا بزاف بزاف، برافو عليهم برافوش عليهم برافو عليهم، حنا ديما كنشجعوا المغرب وديما ديما مغرب. حكيمي حكيمي لا تبارك الله عليهم كلهم ناضيين كلهم لعبوا تبارك الله عليهم، وشرفونا هنا في المغرب بزاف، كن برافو عليهم وعاش الملك. الصراحة جاتني واخا ما لعبوش مزيان، ولكن المهم ان شاء الله الماتش الثالث غادي نعوضوا وراه نضربوهم ان شاء الله بشي 3-0 وديما حلالة. صافي صافي وديما حلالة وديما موروكو وعاش الملك. راهي صراحة عجبني الشيبي وعجبني حكيمي تا هو. الشيبي الشيبي شيبي شيبي تا هو لعب تا هو الشيبي تبارك الله عليه. الشيبي باقي كتقول الشيبي
اقرد والله يتلعب شي بس حق صادق ولد مديت حتى هو اقرد تو لعب تبارك الله زلزوله وهو عارف يوم بين هضروش عليه بالرجوله حتى اقرد حتى اقرد تو في ديفونس تبارك الله لعب راه لعب المنتخب اليوم كانت المقابله في مستوى كانوا الدراري لاعبين تما تبارك الله عليهم داروا ما عليهم وان شاء الله الماتش الجاي نكونوا ديما بشي شي ريزولطا طلع زعما تبارك الله عليهم مقابله خويا كان زوينه لعابه كانوا لاعبين حكيم يعطى الدور ديالهم مزيان اليوم وزياس مسكين ما بغاش يخرج ما بغاش يخرج والله ما بغى والغريق عاطي راس لفوق عاطي ان شاء الله قال غنجيبوا الكاس نجيبوا ان شاء الله صراحه لعبوا منتخب مزيان ومساكن واخا بقاو دوك الكونغو بقاو كيضربوهم ولكن كانوا لاعبين مزيان ونفخوره بحكيمي وفخوره بكاع المنتخب المغربي ان شاء الله وغادي الماتش الجاي ان شاء الله يربحوا ويفرحونا اكثر واكثر والله يسهل عليهم وبرافو عليهم بل يا خويا نيف اكرد اللهم بارك كان في نهار اليوم وراه ما ساعدناش الحظ وراك الشيء راه الماتش الجاي يكون محسن ان شاء الله مقابله تبارك الله على اللعابه رغم الظروف الصعبه اللي كانت كعاف الرطوبه والحراره الا انهم قدروا انهم يقاوموا ويفرحوا الشعب حلوه بعد ما نقولوا عليهم واخا تعادلوا لكن رضاونا الحمد لله تبغى نمشي للقهوه ولكن التلفازه فابور فوطه ما تمشي عليك التلفازه تبارك الله فوطه غارات تفرج مع ولاد الشعب داكشي اللي كاين